عبر السكايب مباشرة من دمشق ينضم لنا يوسف البستاني الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوى الثورة في دمشق وفي ريفها. يوسف مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن استمرار القصف على منطقة وادي بردة يهدد بحياة أكثر من 5 ملايين شخص بحسب تحذيرات الأمم المتحدة، ذلك بسبب حرمانهم من المياه. الوضع الآن في دمشق وفي الريف، هل المياه مقطوعة بشكل نهائي؟ أيضا ما هي المناطق التي تعتبر متضررة بشكل أكبر؟ نعم سيدتي، يعني موضوع هذا النظام لو استطاع قطع الهواء عن كل من يخالفه وكل من لا يعشق إيران وخامنئي لا يقصر بذلك. يعني نظام، يعني ألطف كلمة نستطيع أن نقول لها هو يعني نظام عبارة عن مرتزقة. طيب لا يهتم لا لي ماذا بالنسبة لوضع المياه الآن؟ مدنية. وضع المياه في العاصمة دمشق مقطوعة منذ بدء الحملة العسكرية لاحتلال وادي بردة. المناطق، أغلب المناطق في ريف دمشق مقطوعة عنها المياه منذ 4 و3 سنوات. مثلا لدينا الغوطة الشرقية من 4 سنوات لا يوجد فيها مياه. الآن العاصمة دمشق مقطوعة عنها المياه منذ أسبوعين، ولكن الفارق هو التعداد السكاني الكبير. طيب في العاصمة بس يوسف، عندما نتحدث بأن المياه مقطوعة الآن في دمشق، هل هي يعني كيف يبدو ذلك؟ مقطوعة بشكل نهائي أم هي تصل بشكل ربما ليس بالشكل المعتاد أم كيف؟ لو تحدد بس. المناطق التي هي لا تعتبر نفوذ الأسد غير يعني غير مخدمة، يعني النظام يقوم بضخ المياه كل 3 و4 أيام إلى قطاع معين، ولكن ليست بنسب كافية. يعني يوجد صهاريج أيضا يقوم النظام بتيسيرها، صهاريج منها خاصة ومنها تابعة للدولة، لمؤسسات الدولة، الصهاريج للدفاع المدني للإطفاء، لمؤسسات التابعة لصهاريج يعني الجيش الأسد، يقوم بتغذية فقط المناطق الموالية. المناطق التي هي مناطق يعني غير موالية أو يعني لا تعتبر مناطق نفوذ لهذا النظام تعيش حالة مأساوية حقيقة. المياه غالية جدا، نحن نتحدث عن يعني أسعار برميل أو خزان المياه يتراوح 10,000 وأكثر في بعض المناطق. في مناطق لا يستطيع الصهاريج الدخول إليها مثل مناطق ركن الدين، في مناطق مثلا المناطق، ما هي المناطق التي لا تصلها الصهاريج أبدا، المناطق التي لا تتوفر فيها المياه الآن أبدا؟ المناطق التي لا تصل إليها الصهاريج كل المناطق التي تعتبر مربعات أمنية مثل المالكي، أبو رماني، مناطق ركن الدين، المناطق القريبة من الأفرع الأمنية، لأن الحواجز لا تسمح بدخول الصهاريج للدواعي كثيرة، عندهم اعتبارات. فالأهالي هناك يعني يذهبون ويشترون بالبيدونات المياه، فيوجد شح كبير جدا، غير أن المياه الكثير من المياه غير صالحة للشرب. طيب النظام لا يقوم بفحص هذه المياه، يوجد كارثة حقيقية لدى هؤلاء. طبعا الأهالي المتواجدين المدنيين في عين الفيجة في وادي باردة قد صرحوا أنهم جاهزين لاستقبال ورشة إصلاح محطة المياه في عين الفيجة. طبعا يعني هذا النظام غير آبه بذلك. طيب لم يوسف يقوم بالرد. نعم إذا سمحت لي، عندما نتحدث عن نقص المياه نتحدث عن انتشار أمراض، انتشار بعض المشاكل الصحية، تفشي بعض الأمراض الخطيرة خاصة في صفوف الأطفال بسبب نقص المياه. هل سجلت أي حالة من هذه الحالات الآن؟ يوجد سجلت الكثير من حالات التسمم جراء مياه ملوثة. طبعا يعني النظام يقدم تبريرات كثيرة. أول حالات تسمم كانت وشديدة جدا وكبير بعددها عندما قام هذا النظام بقصف النبع. فجراء تدمير محطة المياه في وادي بردة اختلطت يعني زيت المضخات مع مواد سامة مع المازوت مع مياه النبع وضخت إلى قلب العاصمة دمشق، فكانت هذه المياه غير صالحة للشرب، أدت إلى تسمم عدد كبير من الأهالي. بعدها المياه التي موجودة في الصهاريج الكثير منها أيضا غير صالح للشرب. فيوجد صراحة ليست أزمة في نقص المياه، أيضا يوجد أزمة في مياه ملوثة، ويوجد أزمة على أن النظام غير قادر على تأمين المياه الشرب فقط للشرب، يعني لجميع المناطق في العاصمة. فيوجد مناطق في العاصمة لم تحصل على المياه منذ أسبوعين إلى مرتين فقط. نعم يوسف، وإن حصلت على المياه الضخ بكميات قليلة جدا وغير كافية. شكرا غير جزيلا على الحواجز، غير موضوع التمييز الذي يقوم به النظام. أشكرك جزيلا يوسف البستاني الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوى الثورة في دمشق وريفها، كنت معنا عبر سكايب. شكرا لك.